وبأولى مساحاتنا حنفردها للمساحة الطبية، ورح نحكي اليوم عن حالة مرضية أو ممكن تكون عرضية حسب تطور الحالة عند الصبية، وهي بطانة الرحم المهجورة. كثير بنسمع عن هي النقطة عند الصبايا، بيقولوا أنا رحت عند الدكتور وتم التوصيف على هذا المرض. صحيح رشا، يعني في بعض الأمراض النسائية بتكون كتير شائعة بين النساء، يمكن طبيعة الغذاء، يمكن طبيعة الأجسام، بس في أمراض بتلاقيها عم تنتشر بكثرة بين النساء عن أمراض تانية. خلينا نعرف اليوم لكل حدا مرافقنا وبيهمه هذا الموضوع، شو هو هذا المرض وشو هو أعراضه وكيف ممكن تكون خطة العلاج مع الطبيب. معلومات كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الدكتورة لينا غازي اسمها أخصائية بأمراض التوليد والجراحة. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. صباحكم، وإن شاء الله هيك ربيع جديد وحلو على الكل. يا إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. بداية دكتورة، خلينا نعرف من حضرتك علميا شو نقصد بالبطانة المهاجرة. البطانة المهاجرة طالما هم ناخد من اسمها، هي حالة مرضية بتصيب الصبايا نتيجة سبب معين أو أحيانا تشارك أكثر من سبب، يلي هي اللي احنا بنعرفها انه بطانه الرحم هي بطانه موجوده بشكل طبيعي بجوف الرحم. لسبب من الاسباب هاجرت هي الخلايا البطانيه وانتقلت لما اماكن ثانيه غير توضعها الاصلي واللي هو بطانه الرحم. وهي حاله مرضيه مترقيه، يعني بتبلش بحاله صغيره وبمساحه صغيره وباعراض قليله لحتى توصل لمراحل متقدمه باعراضها المزعجه للبنت او للسيده المتزوجه، لأعراضها المؤلمة، لأعراضها اللي بتأثر على حالة العقم. فهي إذا موجود اللي احنا بنعرف البطانة موجودة بشكل طبيعي ببطانة وبجوف الرحم، بسبب من الأسباب طلعت هي البطانة وأخذت من محلها الطبيعي وهاجرت إلى مناطق أخرى، لا بالموجودة بمناطق قريبة وهي الأشيع أو مناطق بعيدة واللي هي الأندر، ومع الأعراض اللي بتترافق والحالات الألمية والأعراض اللي بتسببها هي الانتشار. تمام دكتورة، ذكرتي أنه هاي الحالة ممكن تودي أو تصيب الفتاة بالنهاية بالعقم، معناتها نحن اليوم عم نحكي عن حالة مرضية كتير مهمة، والمفروض أنه نحن ننتبه للأعراض ونروح فورا للاستشارة الطبية. خلينا نتوسع بالأعراض كرمال كل حدا عم يشوفنا يستفيد من المعلومات. لأن نحن هي حالة مترقية، يعني بتبلش من مشكلتها لهي البطانة في لها أكثر من سبب بيساوية. فالسبب الأساسي اللي بيساوي أو النظرية الأساسية المتهمة بهذا المرض هو أنه لسبب من الأسباب بالتهاجر، اللي احنا بنعرف البطانة الرحم موجودة مثل ما قلنا بس تنسلخ وبتتعرض لتبدلات هرمونية، أول شيء بتكبر بصير فيها إفرازات، بعدين إذا ما حدث الحمل تنسلخ هي البطانة وبتنزل بشكل خارج إلى خارج الجسم. صحيح. لسبب من الأسباب إما انسدادية أو مشاكل بالرحم أو أي سبب أدى إلى أنه هي البطانة جزء منها بيهاجر عبر الأنابيب اللي هي جزء من الرحم واللي هي صلة الوصل ما بين الرحم وما بين البطن، وبالتالي بتهاجر هي الخلايا وبتروح على المناطق القريبة منها. في أسباب تانية أنه ممكن يؤدي إلى بنسموها تبدلات أو حقولية بخلايا أو بأنسجة المتوسطة بالبريتوان الموجود من البطن. وفي أسباب كمان ثالثة أنه ممكن يصير في هاي الخلايا تنتقل للجهاز اللمفاوي وبالتالي كمان بينشرها لبقية الأجزاء، وأحيانا أقسام قليلة كتير أنه بتنتشر الأوعية الدموية وبتروح، وهي أكثر شيء بتسبب المناطق البعيدة اللي بتنساب بهي الإصابة. فإذا بدنا نحكي عن الأعراض أو هي حكينا عن الأسباب، في إشارات اليوم الصبية بتنتبه أنه أنا عندي حالة غير صح، إنه هو مشكلتها لهي الخلايا اللي انزرعت بمناطق مانا طبيعية، إنها هي بتتعرض لتبدلات هرمونية، فاللي بيكبرها أو اللي بينميها هو هرمون الأستروجين. نعم. وبالتالي نحن لما بيصير عندنا تبدلات الاستروجين بينميها لهي البطانه بتكبر هي البطانه وبتؤدي مع الوقت لزياده في حجمها. لما بيزيد حجمها لهي البطانه وبتكبر وبيصير فيها احيانا الم وبتراجع هرمون البروجسترون، السبب الالم انه بيصير تبدلات ارتكاسيه وبيصير إفراز لهرمونات أو لمواد بتسبب الألم بهي النقطة أو بهي المنطقة. بالإضافة مع الوقت لما بتكبر
بيصير عنا اسمه عسر الطمس، بيصير ألم شديد، وهيدا العرض الأساسي بيخلي البنت مو السيدة المتزوجة أنه تراجعنا. فبصير في عنا اسمه عسر الطمس، البنت أو السيدة بيأثر عليها كتير، بصير بتخاف تجي الدورة، بيأثر على حياتها اليومية، على مهامها، على عملها، فهيدا أكثر عرض. ممكن كمان يصير عنا نزف أحياناً قبل الدورة الطمسية بيومين، والعرض الأساسي كمان هو مثل ما قلنا الألم. الألم ميزته مو ألم مستمر، ألم يبدأ قبل الدورة بيومين ثلاثة وبيخف أو بيروح مع بداية ومع نهاية الطمس. فالألم مثل ما قلنا الدوري واللي هو عسرة الطمس، النزف قبل الدورة، المراحل المتقدمة مشكلته هذه الخلايا بيصير مع الوقت بيصير تندب محلها، تليف، وكل ما انتشرت لمناطق مثل الأغذية الرحمية العجوزية أو إلى الكولون المستقيمة أو إلى المثانة أو إلى الحالب أو إلى البريتوان، هي ممكن تعمل عسرة بنسميها علاقة جماع، وبالتالي هي السيدة المتزوجة بتحس فيها أكثر وبتراجعنا فيها. أو أحياناً بيصير عسر التغوط لأنه صار عندنا منطقة متليفة، فأثناء خروج الغائط بيصير السيدة كمان عندها ألم. فهي أكثر أعراض هي بتسالوس بنسميها، هي اللي بتخلي السيدة أو البنت تراجع الطبيب لأنه إجباري ما بقى بتقدر تتحمل. طيب دكتورة خلينا نحكي أكثر، مين النساء الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض؟ هل هن المتزوجات العازبات أو ممكن يكون له أي منشأ وراثي؟ الوراثة بتلعب دور، والحقيقة سبب أساسي ما كتير فيه لهلا، كلها مثل أنها بتعزية لنظريات، بس في نساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض يلي بصير عندهم بلوغ باكر، يعني بصير عندهم تعرض لدورة طمسية أكثر. فالبلوغ الباكر، البلوغ القطاع الطمس اللي بيتأخر، يعني سن يأس كمان بيتأخر، بالإضافة ممكن يكون عندها تشوهات بالرحم، آفات انسدادية. هي الآفات الانسدادية مثل ما قلنا أي سبب بيخلي أنه جزء من الدم الدورة يرجع بالطريق الراجع ويروح إلى البطن. بالإضافة بيلعب دور طول دورة الطمس، غزارة الطمس، كلها هي من العوامل المؤهبة لإلها. طيب خلينا نحكي اليوم عن تطور الحالة، قلنا خلينا نخص شوي موضوع الحمل، معاناة الصبية أثناء هاي الفترة، بتكون صبية حابة كتير أنها تصير عندها حمل وبتروح بتراجع الحكيم فبيطلع عندها مشكلة، يعني شو تأثيره السلبي والمباشر على موضوع الحمل؟ بالحالات الباكرة ما بيصير تأثر، بس مثل ما قلنا بالحالات المتطورة لما بتصير عندنا تندب والتصاقات، إذا أنت عم تأثري على المنطقة اللي بيصير فيها مرور البيضة إلى مثلاً البوق، ممكن يصير آفة انسدادية بالمنطقة. إذا العقم أحد الأسباب نتيجة التندبات والالتصاقات اللي بتعمل بتأثر على حالة أو مراحل حدوث الحمل. نربط اليوم موضوع العقم بتطور الحالة ومدى استجابة المريضة للعلاج. المراحل المتقدمة مثل ما قلنا، بس هي بصير إلى علاج حتى هي الحالة عملياً كيف تنكشف، يعني صحيح تراجعك السيدة أو البنت بالقصة المرضية اللي بتوجهك أنه أنت هون في هيدا المرض، بس اللي بيكشفه للمصورة إيكوم نشوف ممكن كيسة شوكولا بنسميها، ممكن نشوف تندبات أو كتلة قاسية بالمنطقة، بالفحص ممكن نشوف كمان أحياناً بقبة المهبل وصولها لهي المنطقة، وبالتالي علامات معينة بتعني له للدكتور. الكيسات مثل ما قلنا الشوكولا هدول، التنظير هو الأساس بتشخيصها، لأنه أنت لما بتنظري بتشوفي انزراعات ووجودها أخذ المناطق وين موجودة هالانزراعات، وبناخد منها خزعة وبنبعتها على الدراسة النسيجية بتأرجيكي فعلا وجود أنسجة بطانة الرحم كلها تقريبا بالخزعة. دكتورة حضرتك بتوصيف المرض ذكرتي أنه البطانة هي خلايا بتهاجر بطانة الرحم بتروح تتموضع بمكان ثاني وبتخضع لتغيرات هرمونية، وهذا الشيء ممكن يخوف كثير من السيدات أنه هل ممكن هاي البطانة تتحول لشيء خلايا سرطانية لا سمح الله؟ لا، الدراسة هلا لا ما بتأثر بالنسبة القليلة، أنه عزو أنه ممكن يصير أنه السرطانات المبيضية، بس حتى لسه ما أنا متهمة لأنه هي موجودة، هي خلايا غدية بتروح على سطح المبيض، وبالتالي ممكن، بس لسه ما أنا السبب الأساسي للسرطان.
طيب خلينا نحكي اكثر عن خطه العلاج والمراحل اللي ممكن تمرق فيها الصبيه يعني من خلال عملك. يعني العرض الاساسي اللي بتراجعك البنت هي مثل ما قلنا الالم الشديد. نعم. فانت بدك تعتمدي اول شيء تسكين هيدا الالم، فبدك تعطيها اذا ما في مضادات استضباب مثل مضادات الالتهاب الغير استيرويدية البروفين او الديكلون او هدون، فهذا بخفف كثير العلاج. لقيت تحسن السيده وما في عندها اي مشاكل ثانيه، بنلجا احيانا حبوب منع الحمل. احنا قلنا هو بيتاثر بالهرمونات، وبالتالي بدك تصبتي هالهرمونات اللي بدها تلعب بتاثير هي الحاله. حبوب منع الحمل لفتره منيحه كثير بتخفف وتؤدي الى تراجع الحاله، بالاضافه لاحيانا قلنا هو اللي بينمي الاستروجين واللي بيخليه يتراجع هو هرمون البروجسترون. فانت اذا بتعطي موانع الحمل اللي بتعتمد كمان مثل ابر منع الحمل الديبوبروفيرا هي بروجسترون. نعم. كمان بتخليها تتراجع الجهاز، في لوالب بروجسترونيه كمان بخليها تتراجع. في العلاج الموجود ومنطبقه كثير هو انه نعطي نساوي مثل سنضهي، يعني نقطع الدوره نهائيا، انه نعطي ابر اسمه جي ان ار اش. هي كمان بتساعدها بس كمان الى اثار جانبيه، لانه سيدي عم تقطعي للدوره فبده يصير هبات سخنه، بده يصير عندها اثار على العظم وعلى هدون. وبالاضافه في لنوع معين اسمه دانازول، بس كمان هذا له اثار جانبيه انه بيعمل علامات ذكوره مثل زياده الشعر وخشونه بالصوت. بتلجئي انت هي للمعالجه الدوائيه، ما استفدتي او احيانا بدك تلجئي للجراحه، الجراحه لانه لنا التصاقات وبالتالي نحن بدنا نفك الالتصاقات او نقيمها، اذا في كيسه كبيره بدنا نشيلها، اذا في اي يعني فينا نساعدها للمريضه بالجراحه او بالتنظير بدنا نضطر احيانا نلجا بالمراحل المتقدمه المريضه ما بتشفى، احيانا نشيل الرحم احيانا. بس طبعا مع الانتباه انه نحن بدنا رغبه حمل ولا لا، يعني كمان هون هذا بدنا نراعي كثير الشروط هي القصه. تماما، وهون بتحكم كثير عوامل انه هي سيده متزوجه او لا، انجبت من قبل، يعني حابه تنجب ولا لا، اكيد في اعتبارات طبيه بتكون. السؤال دكتوره انه هل العلاج خلص بيكون دائم يعني السيده بعد ما تعالج سواء بالادويه او جراحيا؟ موضوع البطانه المهاجره ممكن ترجع بعد فترة؟ ممكن تنكس، حكينا لما بنعطي الدواء او الابر كثير لانه انت ما شلتي السبب النهائي الموجود واللي هو موجوده، هي بتكون انزراعات اخذه مساحه كبيره، فانت قد ما تحاولي تشيليها ما بتقدري بالتنظير او هدون. بالاضافه لموجود السبب واللي هو كمان انه نحن عندنا افراز هرمون دوري، فالافراز الهرمون الدوري هو اللي بياثر وبينميها. فقلنا العلاج النهائي، وبس نحن اذا بدنا ناخذ عمر السيده وعمر البنت، العلاج اللي بيشفيها تماما هو انقطاع الطمس النهائي، يعني بس لرحم او مبايض او يعني بسن انقطاع. هلا هو اللي بحسنها كثير، بحسنها كثير انقطاع الطمس، يعني بتتحسن البنت بس خلص يقطع السبب الاساسي واللي هو انه وجود الدوره الطمسيه. تمام دكتوره، خلينا هيك بالوقت المتبقي نوجه هيك نصائح لكل سيده اليوم عم تتابعنا كرمال يكون. دائما احنا بنقول الوقايه خير من العلاج، واي عارض مفروض نحن نتوجه للطبيب المختص. تفضل. نحن دائما بنحكي انه السيده او البنت اي شكوى تراجع الطبيب، لانه مثل ما قلنا دائما اي مشكله بسيطه بنقدر نحلها. صحيح. وبتحميها، بتحمي حياتها النسائيه، بتحمي حياتها كانثى كبنت كامراه. فكل ما قدرنا نحن ندير بالنا على صحتنا بنحمي وبنبني حياتنا المستقبليه احسن. طيب ممكن دكتوره عم تشوفي في اخطاء شائعه بعلاج هذا المرض او بتشخيصه؟ لا ما فيك، لانه هو مثل ما قلت لك عمليا ما بينكشف او ما بيتاكد تشخيصه الا بتنظير البطن. تمام. فانت بتعالجي السيده وبتاخذ علاجها وبتاخذ بعلاج حب العلاج الدوائي. إذا ما تحسنت بدها تلجأ للتنظير، فغالبا لا ما في حبيبتي، لأنه تعالج، يعني هي مشكلة تعالج. بس أهم شيء هي مشكلتها هي التداخلات الجراحية الكثيرة عليها، لأنه بتصير نتيجة التندبات ونتيجة الالتصاقات بصير فعلا في مشكلة إنه ممكن تأذي أنت الأعضاء الموجودة بالبطن، فطبعا بدها حرص وبدها حذر وبدها إيد خبيرة للشغل هي القصة. دكتورة لينا غازي اسماعيل، بدنا نشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي قدمتيها، ودائما نحن بنقول زيارة الطبيب هي لازم تكون بشكل دوري كل ستة أشهر كرمال هيك نعمل تشكي كاملة على كل شيء. يعني شكرا لحضورك، والصحة والسلامة لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. يا صبايا وشكرا لكم. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة.